عيد الفطر المبارك. ننتقل بحضراتكم إلى محافظة الطائف، هذه المحافظة الجميلة والرائعة التي تزداد جمالا أيضا في العيد، عيد الفطر المبارك. معنا من هناك الزميل الإعلامي سلطان العصيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين أخي عواد. زميل سلطان، أخي سلطان، شكرا لهذا اللقاء، ونقول لك تقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من المقبولين، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير أخي عواد. نعم، طلبت منك هذا اللقاء وأن تنقل لنا صورة واضحة عن محافظة الطائف وهي تحتفي بأجواء العيد، عيد الفطر المبارك، وكنت مشغولا نوعا ما، لكن إن شاء الله تعطي المستمع الكريم لمحة وفائدة، معلومات وافية عن الاحتفال بأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظة الطائف. تفضل. نعم، تشهد الأسواق والمراكز التجارية في عوض من منطقة الطائف كغيرها من مناطق المملكة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء مستلزمات العيد، خصوصا الحلويات التي يطلبها الزبائن بكثرة. طبعا اكتظت أسواق منطقة الطائف هذه الأيام بتلال الحلويات لجذب الأطفال بألوانها الزاهية التي تناسب أفراح العيد، حيث استنفرت الأسواق طاقاتها لتلبية الإقبال الشديد على الشراء. طبعا أخي عوض، لاستقبال العيد جهزت إدارة الأوقاف والمساجد لمحافظة الطائف المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمحافظة، حيث أشارت الإدارة على أنها شرعت منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة المصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، وهي مصلى العيد في الخالدية.